ليش هيك صاير جسمي؟ بطل عندي عضل، شو معقول يكون السبب؟ خليني أجرب زيد بالوزن؟ وهذا التمرين جديد ولا مرة عامله، خليني أجرب أعمله، وكمان رح زيد عدد التكرار اللي كنت أعمله عن قبل. يا ترى إيه السبب اللي خلاني ما بقيتش أخس؟ مع إني بقالي شهر بلعب على نفس الجهاز، طب هجرب أزود السرعة أو أمشي فترة أطول؟ خلاص أنا هغير الجهاز. ليش هيك عم باجي على النادي وزهقانة ومش عبالي أعمل شي؟ أوه هالكاس شكله حلو، خليني أجربه. أخيرا بلشت ابني عضل بعد ما غيرت نوع تمريني. يس وأخيرا خسيت، التغيير جاب فايدة. من لما جربت شي جديد صرت كتير أحب أجي على النادي. نحن شفنا تغيير عشان غيرنا نوع تمريننا، وانتو كمان تحدوا جسمكن، جربوا شي جديد، غيروا نوع تمرينكن، أكيد رح تشوفوا نتيجة.